هذا. وأضاف مدبولي أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير في مختلف القطاعات. وأشار مدبولي إلى أنه منذ الأول من ديسمبر الماضي حتى اللحظة تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد عن 14.5 مليار دولار. هو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بين أطراف السوق. الحكومة تتحرك بسرعة بالفعل للتعامل مع كل التحديات والعودة أخرى مرة أخرى على المسار وإدراك إمكانيات النمو الهائلة الموجودة لدينا. أود أن أوضح أنه منذ ديسمبر من العام الماضي تمكنا من أن نستجيب لاحتياجات السوق والعمل عن كثب مع البنك المركزي للتخلص من البضائع والسلع الموجودة في الموانئ المصرية بدءا من أول ديسمبر من عام 2022 حتى الآن. وهذا التطور تم تلقيه بشكل إيجابي من كل المشاركين في السوق.